ننتقل مباشرة لكلمة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم. أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فلولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. نحن في المقاومه تربينا على يد القائد الكبير سماحه الامين العام السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه اليه نرسل التحايا الكبرى هذا القائد الذي ملا الساحات بالعزيمه والجهاد والعزه والانتصارات ايها القائد العزيز انت لم تغادرنا فحياتك موجوده بيننا الم يقل تعالى احياء عند ربهم يرزقون مواقفك دستور عملنا وكلماتك نور طريقنا وخطابك اوتاد مسيرتنا لم تغادرنا فالمجاهدون يواجهون بعزم عنفوانك وشعبك صامد صمود العشق المتعلق بالسماء لم تغادرنا فقلوبنا تضج بحبك واملنا بالنصر لا حدود له واعداؤك يخافون طيفك يرونك في كل مجاهد ومحب امرك نافذ سنهزمهم ونقتلعهم من ارضنا ساتحدث بعده نقاط اولا سرديتنا لما حصل خلال هذه السنه حتى يعرف القريب والبعيد ما هي الرؤيه التي انطلقنا منها وكيف نرى تسلسل الاحداث نحن نرى أن إسرائيل كيان غاصب محتل يشكل خطرًا حقيقيًا على المنطقة وعلى العالم. إسرائيل احتلال توسعي لا يكتفي بفلسطين يريد كل المنطقة العربية يريد كل المحيط الاسلامي بل يريد ان يتحكم بالعالم من خلال هذا الموقع في هذه المنطقه هذا الكيان المحتل قائم على القتل والتشريد وقائم على المجازر وعلى اسوا الرذائل الموجوده على هذه الارض يراهن على ثلاثه امور اولا الاجرام الذي يرعب الاخرين ثانيا التبني المطلق من قبل الولايات المتحده الامريكيه ثالثا الزمن فما لا ياخذه اليوم يمكن ان ياخذه غدا او بعد غد حصل طوفان الاقصى وانطلق الفلسطينيون وعلى راسهم حماس من اجل ان يطردوا المحتل ومن اجل ان يقولوا للعالم مر خمس وسبعون سنه والاحتلال رازح يقتل ويتوسع ويهجر ويبيد ويرتكب كل الموبقات ولم يدع لنا شبرا من هذه الارض أليس من حق هؤلاء الفلسطينيين أن يقوموا بعمل يطرد هذا الاحتلال ويهز حضوره ويمنعه من الاستمرار؟ بدل أن تسألوا لماذا قام طوفان الأقصى، اسألوا لماذا قام الاحتلال؟ اليوم طوفان الأقصى بعد 75 سنه من الاحتلال، هذا حق مشروع، وهذا حق للفلسطينيين ولكل من معهم. في لبنان لا يمكن ان نفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقه عن فلسطين. الم يحتل الاسرائيلي لبنان بشكل رسمي ومباشر سنه 1978 ولم يخرج بالقرار 425؟ ألم يعاود الاحتلال سنة 1982؟ وبقي بالمجموع من سنة 78 إلى سنة 2022 سنة ولم يخرج إلا بالمقاومة؟ لماذا استمر باحتلال لبنان؟ صنع جيشاً جيش لحد، وهذا الجيش كان يريد منه أن ينشئ دولة لبنان الجنوبي تمهيدا لتكون مستوطنات اسرائيليه لاحقا ولكنه لم ينجح ثم عاود في سنة 2006 ليتقدم في منطقة الجنوب بهدف الاحتلال لكنه فشل اذا لبنان ضمن المشروع التوسعي الاسرائيلي. إذا رأيناه في وقت معين لا يتوسع لعجزه، ولكن في كل وقت يشعر معه انه قادر على التوسع سيتوسع. هنا مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق، لأن الفلسطينيين أصحاب حق. وضمنا نضيق بالمسانده خيارات اسرائيل في تحقيق اهدافها التوسعيه فمن ناحيه نساند لنجب الخطر ما امكننا ذلك على الفلسطينيين وفي ان معا ايضا نواجهها احتياطا لهذا التوسع الذي يريدونه لولا أمريكا الشيطان الأكبر لما استطاعت إسرائيل أن تكون بشكل مباشر في هذه السيطرة التي تقوم بها. أمريكا الشيطان الأكبر تريد الشرق الأوسط الجديد. قالتها كوندليسا رايس في سنة 2006 بعد عدة أيام عندما قالوا لها أوقفي إطلاق النار. قالت هذا مخاض شرق أوسط جديد، لكن لم تنجح سنة 2006. الآن نتنياهو يكرر الكلمة نفسها، يريد شرق أوسط جديد. معنى ذلك أن أمريكا وإسرائيل في القيام بهذه الأعمال، أعمال الإبادة، وفي هذا الاجرام المتواصل في فلسطين ولبنان والمنطقه واطلاق يد اسرائيل لتصنع ما تشاء بكل الامكانات العسكريه والسياسيه والاعلاميه والدوليه التي تمارسها امريكا هذا يعني انهم شركاء فيما يريدون انجازه نحن امام خطر شرق اوسط جديد على الطريقه الاسرائيليه الامريكيه بيد المجرم الاسرائيلي برعايه من الشيطان الاكبر. عندما كان ياتي الاجانب بسفرائهم وبعض مبعوثيهم الى لبنان ليتحدثوا معنا بالواسطه او بالمباشره كانوا يقولون لنا اوقفوا الحرب والمسانده وليرجع المستوطنون وعليكم أن تبتعدوا عشرة كيلومتر أو أكثر كي لا نستفز إسرائيل يعني هم لا يتحدثون عن أصل المشكلة أن إسرائيل تحتل غزة وتبيد الشعب الفلسطيني كنا نقول لهم أوقفوا إطلاق النار هناك تعود الأمور الطبيعية في لبنان وكل شيء يرجع إلى ما كان عليه. كانوا يقولون لا نستطيع أن نتحدث بهذه الطريقة، نحن نريد أن نفصل بين لبنان وبين غزة. لم نتجاوب معهم. نحن نعتبر أن مقاومتنا مشروعة. مقاومتنا دفاعية تستهدف أمرين، رفض الاحتلال، وتحرير الأرض. ضعوا نصب اعينكم ايها الناس ان المشروع الموجود الان في المنطقه هو مشروع توسعي وان من يقاتل هو الفلسطينيون وان المطلوب تحرير فلسطين واننا عندما نساند الفلسطينيين من اجل تحرير ارضهم وحمايه ارضنا وعندما تقوم ايران بدعم الفلسطينيين من اجل تحرير فلسطين وهي تكون سعيده بذلك لسنا امام مشروع ايراني نحن امام مشروع فلسطيني تدعمه ايران يدعمه حزب الله يدعمه اليمن يدعمه العراق يدعمه الاحرار في هذه المنطقه هل يحق أن يدعم كل العالم المستكبر؟ إسرائيل على عدوانها ولا يحق لنا أن ندعم الشعب المظلوم من أجل التحرير؟ هذا فخر لإيران. إيران الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة. إيران الإمام القائد الخامنئي دام ظله الذي بذل كل الإمكانات من أجل قوة الفلسطينيين هذا فخر لايران ان الشهيد الكبير قاسم سليماني عمل من اجل تقويه هذه المنطقه لمواجهه الاحتلال الاسرائيلي وخسه وحقاره من قبل امريكا ومن معهم انهم يؤيدون الاجرام والقتل. هنا ساجيب عن سؤال بعضهم بطريقه بريئه جدا عبر وسائل الاعلام يقولون الا ترون الضرر الذي يصيب لبنان؟ انا اسالهم من يسبب الضرر؟ الذي يدافع عن الارض ام الذي يقتل البشر ويدمر الحجر؟ هلا صرنا نحن لما عم ندافع عم نسبب اذيه الا تنظرون ان اسرائيل هي التي تقتل هي التي تهجم هي التي تقوم بهذه الاعمال اعلموا جيدا اذا لم نواجه اسرائيل تحت عنوان قرارات دوليه تحت عنوان لا علاقه لنا بفلسطين تحت عناوين عده ستصل اسرائيل الى اهدافها هم الان يتصرفون بهذه الطريقه ويثيرون الرعب ويقتلون الاطفال والنساء ويرتكبون المجازر البشعه حتى لمره واحده يؤثرون في نفوس الناس بعد ذلك يكفي ان يقولوا نريد هذه القريه ونريد هذه المدينه ونريد هذه البلد حتى يسلم الناس لانهم راوا ما حصل من قبل. اما عندما نقف ونتحدى ونتصدى ونتحمل التضحيات ونؤلمهم ونوجعهم ونفرض عليهم ان لا يسيروا في هذا المسار، سنكون قد حمينا الاجيال الى عشرات ومئات السنين في المستقبل. طبيعي ان تكون للمواجهه ثمن، وهذه التضحيات مشكوره وماجوره، ولكنها تحرر وتردع وتهزم مشروع العدو، وهو ايضا يدفع الثمن. ثانيا، كيف نواجه نحن نقاتل كمقاومه بشرف ونستهدف جيشهم هم يقتلون بوحشيه وخسه ويستهدفون الاطفال والنساء والشيوخ والمستشفيات والمساعدات الانسانيه والمسعفين وكل الذين يكونون في الدائره المدنيه مشروع اسرائيل مشروع تدميري الغائي للمقاومه ولشعب المقاومه هم يريدون الغاء كل شيء عندما بدا معركته مؤخرا في لبنان هو وضع لهذه المعركه ثلاث مراحل المرحله الاولى ضرب القياده والقدره العسكريه حتى لا يبقى لنا قدره ندافع فيها عن انفسنا وعن بلدنا وفي مواجهه الاحتلال الخطوه الثانيه انهاء وجود حزب الله الخطوه الثالثه صياغه لبنان بطريقه يرضى عنها الإسرائيلي والأمريكي ويديرونه كما يشاءون هم لم يتمكنوا من الخطوة الأولى صحيح أننا تألمنا وكانت ضربة القيادات وعلى رأسهم سماحة الأمين العام رضوان الله تعالى عليه كبيرة وقاسية وحاولوا تعطيل القدرة العسكرية ضرب الإمكانات والصواريخ في اماكن مختلفه لكن الحمد لله لم يتمكنوا من تخطي الخطوه الاولى انا اقول لكم بكل وضوح راينا الطريق للوصول الى نتيجه هو طريق حصري الطريق من اجل استعاده الارض وايقاف العدوان هو الصمود المقاومه والتفاف شعبها حولها. لقد بنى الامين العام سماحه السيد رضوان الله تعالى عليه مقاومه صلبه بايمانها، واثقه بربها، اعدت عدتها، مجاهدوها قلوبهم مقبله على الحياه العزيزه، لا يهابون الموت. اما العدو لانه مفلس ولان كل القدرات التي معه لم تنفعه ذهب يقتل عناصر من الجيش اللبناني وذهب يقتل قوات الطوارئ الدوليه اليونيفيل وذهب يفجر الكنائس ودور العباده والمساجد واليوم ضرب قافلة مساعدات عليها علم الصليب الأحمر الدولي حتى أن مفوض الأونروا كان يقيم الوضع العام قال لم تتعرض الوكالة منذ إنشائها إلى ما تعرضت إليه حتى عندما يضرب قوات الأمم المتحدة قوات اليونيفيل يطلب منهم أن يغادروا اين قوات الطوارئ اين الامم المتحده اين فرنسا بريطانيا امريكا اين هم هؤلاء دائما يقولون لنا يجب ان نعتمد على القرارات الدوليه ولا قرار دولي يمكن ان يلتزم به الاسرائيلي هو يصنع ما يريد والقرارات الدوليه ملحقه هو لا يرد على احد على كل حال نحن امام وحش هائج لا يتحمل ان تمنعه المقاومه من تحقيق اهدافه ابشركم نحن من سيمسك رسانه ونعيده الى الحظيره اصبروا قليلا الامر الثالث ما هي معادلات المواجهه نحن انتقلنا من الاسناد الى مواجهه حرب اسرائيل على لبنان منذ تاريخ 17 ايلول يعني عند تفجير البيجر كان هذه خطوه اولى نحو التقدم بالحرب وتجلت في 27 ايلول باغتيال سماحه الامين العام قدس سره وبالتالي منذ 17 أيلول حتى الآن نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على لبنان لم نعد في مرحلة المساندة لأن المساندة كانت على الحافة الأمامية وبعض التصعيد من هنا وهناك أما اليوم إسرائيل تخوض حربا ضدنا نحن بدأنا منذ أسبوعين من الآن بمعادلة الميدان في الحافة الأمامية وواجه المجاهدون العدو الإسرائيلي من أماكن متعددة على الحافة الأمامية نكفر كلا من لاديسي من يارون من ميس الجبل من كل هذه الأماكن على الحافة الأمامية بكل صراحة ما انجزه الاخوة في الميدان خلال الاسبوعين كان اكبر وافضل مما كانوا يتوقعون، لانه ليست مهمة المقاومة ان تقف كجيش نظامي تمنع جيش نظامي ان يتقدم. لا، مهمة المقاومة أن تلاحق الجيش وتقوم بعمليات ضده في أي مكان يدخل إليه. لذلك لما بيتباهى الإسرائيلي أنه دخل مئات الأمتار في لبنان نقول له تأخرت لمدة أسبوعين ولم تستطع أن تتقدم إلى الأمام. على كل حال الشباب بالانتظار للالتحام أكثر فأكثر. علما بانه اول اسبوع على الحافه الاماميه 25 قتيل و 150 جريح هذا اول اسبوع هذا طبعا والاسرائيلي اعترف ببعض القتلى والجرحى اما منذ اسبوع الى الان سبعه ايام من الماضي قررنا معادله جديده اسمها معادله إيلام العدو حتى يحس بالوجع صار توصل الصواريخ لحيفا وما بعد بعد حيفا كما اراد سيدنا وبالتالي انتم شفتوا ان هذه الضربات وصلت الى تل ابيب المسيره التي وصلت الى تل ابيب الصواريخ التي وصلت الى تل ابيب وايضا يوم الاحد الماضي فقط. الإسرائيلي اعترف بمئة بين قتيل وجريح. وطبعاً لما بيقول مية بين قتيل وجريح يعني أكيد أكثر. ضربت بنيامين النوعية وحدها كانت أكثر من سبعين بين قتيل وجريح. وهذه تبين قرار المقاومة وقدرة المقاومة. ويوم الاثنين استطعنا أيضا أن نوصل الصواريخ إلى تل أبيب مليونين نزلوا على الملاجئ في تل أبيب الكبرى غشدان و194 بلدة ومستوطنة نزلوا على الملاجئ صفارات الإنذار ملأت الدنيا مطار بن غوريون توقف عن العمل هذا كله ضمن معادله ايلام العدو وهذا سيستمر اقول لكم بما ان العدو الاسرائيلي استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي ان نستهدف اي نقطه في كيان العدو الاسرائيلي سواء كانت في الوسط أو في الشمال أو في الجنوب سنختار النقطة التي نراها مناسبة ما عاد في نقاط ضمن معادلة لأن الإسرائيلي فتح هذه المعادلة وهون بدي ألفتكم لشيء في كتير ناس مش ملتفتين له هلأ ما بحق لنا نشكر العدو بس العدو هو يساعدنا في ضربه كيف نحن نرسل صاروخا فتتحرك المضادات الأرضية فبقايا الصواريخ للمضادات الأرضية تنزل على المستوطنات والبلدان نعمة يعني ما عاد الضرب تبعيتنا هي ماذا تصيب لا أيضا في تداعيات بسبب صواريخ المضاد. طائراتنا تذهب وصواريخنا تذهب تطلق صفارات الانذار في كل مكان يجب ان تروا ان صفارات الانذار التي اطلقت في كل مكان هذا تعبير عن التاثير على المجتمع الاسرائيلي. سنركز على استهداف جيشه ومراكز تواجده وثكناته أقول للجبهة الداخلية الإسرائيلية: الحل بوقف إطلاق النار. لا نتحدث من موقع ضعف. إذا كان الإسرائيلي لا يريد نحن مستمرون. وبعد وقف إطلاق النار بحسب الاتفاق غير المباشر يعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى. اما مع استمرار الحرب ستزداد المستوطنات غير الماهوله ومئات الالاف بل اكثر من مليونين سيكونون في دائره الخطر في اي وقت في اي ساعه في اي يوم لا تصدقوا اقوال مسؤوليكم عن قدراتنا انظروا باعينكم الى قتلى جيشكم وجرحاه مع العلم ان ما يقولونه لكم اقل من الحقيقه لاحظوا ماذا يجري في غزه في غزه اسطوره المواجهه لمده سنه لم يستطع الاسرائيلي ان يصنع شيئا قدموا الشهيد هنيه وقدموا شهداء كثر وتضحيات وجرحى اكثر من اربعين الف شهيد اكثر من مائه الف جريح اكثر من عشره الاف مفقود لكن بقوا صامدين ودائما في عمليات موجوده شو هو الرد الاسرائيلي على الخيم قرب مستشفى شهداء الاقصى يضربون خيم فيها اطفال اين العالم الحر اين امريكا اين فرنسا اين بريطانيا لماذا لا يستنكرون هؤلاء متواطئون مع الاجرام عندما لا يضعون حدا له هذا الجيش الاسرائيلي يتصرف بنذاله على كل حال موضوع الاسره بالنسبه اليه في غزه انتهى لا يريده اما المقاومه اقول لكم المقاومه لن تهزم لانها صاحبه الارض ولان مقاوميها استشهاديون لا يقبلون الا حياه العز جيشكم الان مهزوم وسيهزم اكثر ان شاء الله تعالى رابعا اذا اردتم ان تطمئنوا على حزب الله اقول لكم الحزب قوي رغم الضربات القاسيه بعد البيجر وما حصل وقلنا في لقاء سابق باننا استعدنا عافيتنا الميدانيه رممنا قدراتنا التنظيميه وضعنا البدائل اكرر لا يوجد مركز قيادي شاغر وفي كل مركز الان يوجد ايضا بديل، والميدان يشهد هذا التطور الذي حصل. الحزب قوي، قوي بمجاهديه وامكاناته، قوي بتماسك الحزب وحركه امل، وهذا الجمهور الذي يعمل متماسك مع بعضه بكل قوه وعزيمه، قوي بالحلفاء والاعلام النبيل والجمعيات المسانده والحكومه المتعاونه قوي بالوحده الوطنيه التي تجلت واخرست اصوات النشاز حتى باتوا لا يستطيعون الكلام قوي بالاحتضان الشعبي قوي بانه تاسس على التقوى وعلى يد القائد الكبير السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه هنا ساختم بثلاث رسائل رساله الى المجاهدين انتم دره الجهاد وعنوان العزه والكرامه انتم الامل وبشائر النصر قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. انتم امانه الشهداء والجرحى والاسرى والعوائل، هؤلاء الذين قدموا وضحوا في سبيل هذه المسيره. ثقتنا بكم كبيره ونحن معكم ووراءكم. الرساله الثانيه الى الشعب اللبناني. نحن في وطن واحد عملنا كل الفتره السابقه من اجل ان نبني هذا البلد وننقذ هذا البلد اسرائيل هي التي تعطل حياتنا جميعا بعدوانها المستمر ان التفافكم الانساني اليوم والتفافكم الوطني من كل الطوائف والاحزاب ومن كل المذاهب يزيد اللحمة ويساعد لنبني وطننا سياسيا معا ضمن رؤية واضحة للصديق والعدو سنكون معا إن شاء الله ولا يراهنن أحد أنه سيستثمر خارج هالإطار حزب الله باقي على قلب لمن حابب وعلى كل حال الميدان هو الذي يعطي النتيجة رسالة ثالثة لأهلنا. يا أهلنا الذين نزحوا وتضرروا وضحوا نحن نقدر تضحياتكم أبناؤكم في الميدان وأنتم في النزوح. والله أنتم أشرف الناس وأعظم الناس وأنبل الناس. نحن وإياكم في مركب واحد. نحن عائلة واحدة وخط واحد يصيبنا ما يصيبكم ويفرحنا ما يفرحكم. نعلم ان التضحيه كبيره. لكن علينا ان نتحمل. علينا ان نصبر. رغم الصعوبات اليوم اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. ولا بد لليل ان ينجلي ولا بد للقيد ان ينكسر. ان النصر مع الصبر هذا يحتاج الى صبر لكن اعدكم وعدا وعده سيدنا الامين العام السيد حسن رضوان الله تعالى عليه اعدكم بان تعودوا الى بيوتكم التي سنعمرها وستكون اجمل مما كانت عليه وقد بدانا اعداد المقدمات التي تساعد عندما ننتهي وننتصر لنباشر العمل ان شاء الله بالتعاون مع كل الاطراف لن نترككم كما نعلم انكم لن تتركونا وليرى العدو ما هذه المقاومه العظيمه مع شعبها العظيم والسلام عليكم كان هذا أيضا نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله في ثاني ظهور متلفز له بعد اغتيال حسن نصر الله وقيادة الصف الأول والثاني في الحزب أهم ما ركز عليه نعيم قاسم في هذه الكلمة أنه لا فصل لجبهة لبنان عن غزة كذلك تحدث عن مرحلة جديدة في الحرب التي قال إنها تحولت من حرب إسناد غزة في السابع عشر من أيلول تحولت إلى حرب إسرائيلية على لبنان وقال ان الحزب تحول منذ اسبوع اذا الى مرحله جديده هي ايلام العدو كما سماها ودعا الى وقف اطلاق النار في سبيل اعاده سكان شمال اسرائيل الى منازلهم وفي الختام دعا اللبنانيين الى تحمل التضحيات ووعد باعاده النازحين الى بيوتهم واعاده اعمارها.